النسخة السادسة للنهائي من جديد، ومن تعلموا على الوصول إلى النهائكة أفريقية وعلى الأراضي السعودية نتمنى أن تكون نستمتع فيها مباراة للمتعة لأرضية الملعب. هشام المغربي وهشام المصري، من يصل إلى النهائي في أرضية الملعب؟ أسماء مميزة يبدأ فيها المنتخب المغربي في أرض الوطن العربي من المحيط إلى الخليج بانتظار، لا يحبون الانتظار، هنا سفيان المسرار وبإصرار كبير. يا عيني يا عيني يا عيني، يا الله على هذه المعزوفة، يا الله على هذا السيناريو. دقيقة ونص احتاج المنتخب المغربي بطلات بالعمق بالأطراف والكرات الثابتة ملعوبة، يا الله قبل أقل من سنة، يا الله يا أشرف يا سعود. يضا خياري وحديث مع سفيان المسرار، عادت هنا سفيان ملعوبة، شوبير يا شوبير يا شوبير، محمود عبد الوهاب هنا الذي شاهدناه عانى من إصابة المباراة الماضية. تيمن هنا على دونجا، هل يستغلها ملعوبة؟ الماضية مرة تعدت على مرمى المنتخب، لم يخسر لكن سجل في مرمى في أمام الكويت. يا عيني يا رايس، يا عيني يا رايس، لمصلحة من؟ رايس إلى بومزو، بومزو خطيرة، قائم يقف في صفي هنا المنتخب المصري بينما الجمهور المغربي يقف ندا أمامه. فاولا يترك المارادونا، خطيرة، نعم نعم نعم، لا نرخى بالمصري إلى نقطة البداية، ذكية واستغلال الركلات الثابتة. يا عيني على ركلة ركنية لمصلحة المنتخب المغربي، لا 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 لا، من أنصاف الفرص يسجلون أبناء المغرب هنا، يتعملقون في كرات جميلة. يا عيني الصناعة، مسرار يعود من جديد وبكامل الترصد والإصرار في المرمى الفرعوني في أرضية الملعب. زيل في بطولة الجائزة الكبرى 7-3 في عام 2008 شارك المنتخب المصري خارج من دور المجموعات. من المشاركات المصرية دورة الألعاب التضامن في عام 2005 أرضية الملعب، متعة نشاهدها ومتعة نشهدها، ناويها من البداية، ناويها من البداية، هي جاية تخضر وتحمر، لا تحمر وتحمر للمغرب هنا. يا عيني رايس، صاروخ مغربي يحضر من جبال أطلس هنا، العب 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 الكرة الجميلة. مهمة، عادت فاتي، عادت بومزو، يا الله دعونا نلتقط الأنفاس، الكل هنا الأنفاس. قدمي للصلاة والمستديرة على الوجه العموم إلى الثواني الأخيرة. أشرف، يا الله، أين البحار البحريني في أرضية الملعب؟ فيها ولا لا؟ فيها ولا لا يا أبو سعود؟ أبدر تسديدة، نعم يعلمون بأن مصطفى عيد يجيد التسديدات، يجيد قوة الكرة، متعة مغربية بمهارة فنية، هاتريك للأسود، كيف حطها على الرايق وشلون جابها على الرايق؟ يا عيني يا كنترول ناس، الله
بص هنا على محمد عبد الوهاب، قال له بص وشوف كيف تدخل المرمى وكيف رايق الكرة الماضية. لا 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 لا، انهيار مصري أمام متعة مغربية. المباراة وشوط المباراة الأول 4-1 في مباراة لأنها تعتمد على القوة على المهارة على السرعة. كرة قدم الصلاة هنا الشوط نعم انتهى واتت صفرة النهاية في هذه القمة الكروية. ومعلقا على هذه القمة في شوط مباراة الأول الذي انتهى في أيضا تقدم المنتخب حضر فيها التركيز الكبير للمنتخب المغربي ولم يحضر التركيز. مباراة الثانية كانت من أمام الجزائر وانتهت بهدفين مقابل، التي كانت في ربع النهائي مصر تغلب على موريتانيا أول انتهى 4-1. تعود الكرة من جديد أنس العيار الماضية أعلام ترفرف إلى بلال بقالي. بلال تعود الكرة إلى بلال يفتح لنفسه مساحة. قال مباراة أخيرة إلا إذا المنتخب المصري عنده كلام. رضا خيار مصري عازم على العودة وأن يعود في هذا اللقاء قادر على العودة. شاهدين الأعزاء هذه المباراة التي تحضر هنا ضمن بطولة كأس العرب لكرة قدم الصلاة التي لا تزال. إدريس يا إدريس هدافهم المقاتل الأسمراني الجميل. هنا المغرب يضرب بالخمسة يصعب المهمة. أسود الأطلس يبحثون عن اللقب والمحافظة، يبحثون عن بطاقة أولى للوصول إلى النهائي العربي بانتظار الكويت ولا العراق. يا الله على جنون أسود. غايب بشكل كبير للمنتخب المصري. عادت الكرة سريعة إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الكرة كوكي هنا ملعوبة ذكية حلوة ملعوبة. نعم نعم عاد الأمل، عاد ولو بصيص من الأمل يا محمد سعيد. 5-2 تحيي أجواء اللقاء. قادرون على العودة. نعم قادرون. الحين أقدر أقول لك نعم المنتخب المصري قادر على العودة إلا إذا شوبير. يا شوبير جمال عبد الرحمن محمد قذيفة ملعوبة. يا الله ملعوبة الكرة. فاتي يلعب الكرة بشكل سريع إلى إدريس. مر إدريس عدى. يا الله لا تزال خطيرة مرة.